نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي أول حاجة بالسؤال بتاع. مستر، هو الزوم أيوه مسجل؟ اتفضل. عشان طب حضرتك بتبعت لنا التسجيل؟ ببعت الرابط، بحطه على اليوتيوب وببعت الرابط. تمام يا مستر. تمام؟ عشان أي حد عايز يرجع تاني للشرح مش فاهم حاجة معينة، حد مثلا غاب ولا حاجة، ممكن يطلع على الشرح تاني. تمام؟ تمام. طيب قلنا إن النهاردة هنبدأ الأول بالسؤال بتاع أحمد، إن هو ليه الخبر دوت هو اللي كان الإجابة الصح. كانت القطعة بتقول إيه يا أحمد؟ أول حاجة بتقول إن الأنشطة الصيفية من أهم الأعمال. الأنشطة الصيفية، هنكتب كده أهو جملة. من أهم الأعمال. طيب، وكانت الإجابة الصح هي من أهم. كان أحمد بيسأل ليه؟ دلوقتي إحنا عندنا دي أول الجملة خالص وأول الفقرة. تمام؟ اللي هي كلمة الأنشطة. طيب إحنا دوت كده مبتدأ، اسم ابتدينا بيه الجملة يبقى مبتدأ. في حد عنده اعتراض؟ ما أظنش. طيب ماله؟ بنسأل المبتدأ ماله، الأنشطة مالها؟ الأنشطة الصيفية برضو ما فهمتش حاجة، ما فيش حاجة جديدة، الدليل على كده إن هو لسه بيحط ألف ولام، يعني معنى كده إن إيه اللي بيتكلم عارف الحاجة ديت. بالتالي لسه ما قالش الأنشطة الصيفية مالها. طب مالها الأنشطة الصيفية من؟ ما فهمتش برضو حاجة، لازم ناخد كلمة أهم. طب ليه ما اخدش من أهم الأعمال؟ لا، هو أنا بالكتير في أنواع الخبر باخد كلمتين فقط، باخد كلمتين بس. ايه نوع الكلمتين دولت؟ يا اما مثلا الاقي فعل فاضطر اخد الفعل بتاعه، الاقي ضمير فاخد الكلمه اللي بعده، او اخد باكج كده على بعضيها اسم ضمير اسم زي خبر الجمله الاسميه، الاقي حرف جر اخد الاسم المجرور اللي بعديه. انما ليه اخد المضاف اليه؟ مفيش خبر بيدخل فيه المضاف اليه خالص. هنا ايه تمام. اللي هيكمل معنى الجمله؟ من اهم. خلاص الحكايه كده خلص. من اهم ايه بقى؟ ديت حاجة بتعرف كلمة أهم. المضاف إليه شغلانته إن هو بيعرف الكلمة اللي قبليه، نوع من أنواع التعريف زي ما هنعرف النهاردة. ماشي؟ المضاف إليه هنفرده الحصة الجاية، يعني هناخده على انفراد الحصة اللي جاية، وهنمهد له الحصة ديت بحاجة من أهم الدروس اللي إحنا محتاجينها في النحو، والأساسيات المهمة جدا 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 اللي هي النكرة والمعرفة، ناخدهم بالتفصيل ونشوف إيه اللي عندنا مشكلة فيهم إيه ونعالجها. لأن هو مستر، النكرة بس انا لسه برضه مش فاهمه ازاي من اهم ومن دي حرف جر واهم هتبقى اسم مجرور. ده نوع من أنواع الخبر اسمه خبر شبه الجملة. شبه الجملة اللي هو يا إما جر ومجرور يا إما ظرف. هنا لقيت حرف جر ما ينفعش أخده لوحده، لأن الحرف ملوش معنى غير مع الكلمة اللي بعده، فباخد الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض اسمهم شبه جملة، فده خبر شبه جملة. فاهم كده تمام ولا ماشي، طريقة تانية؟ لا فهمتها هنا. سألت الأنشطة مالها، ما جاوبتش برضو بكلمة الصيفية. الأنشطة الصيفية برضو مالها يا مستر؟ أو قلت لك من أهم. ماشي، كلمة الأعمال هي جاية علشان تعرف كلمة أهم، كأني قلت بالظبط من الأهم، فبقيت برضو إيه من الأهم ديت هي الخبر. فبدل ما أحط ألف ولام على كلمة أهم، لا عرفتها بإن هي أهم الأعمال مش أهم حاجة. وصلت كده؟ فالكلمه، فالاثنين المتظللين دولت هم اللي كملوا معنى المبتدا، ده نوعه شبه جمله. تعالوا ناخد بقى الحاجه اللي المفروض هناخدها النهارده، الحصه الثانيه. بسم الله. فكرك باقسام الكلمه، كنا قلنا الاسماء وهنفتكرها بصورة معينة، والأفعال بصورة معينة، والحروف بصورة معينة. ليه بفكرك؟ الأسماء هي اللي بتشتغل كل حاجة تقريبا في النحو. 90% من الشغلانات اللي في النحو بيشتغلها الاسم، بيشتغل مبتدأ، بيشتغل خبر، بيشتغل فاعل، بيشتغل نائب فاعل، بيشتغل مفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق، اسم مجرور، بيشتغل تقريبا أكتر من 90% من الحاجات. تمام؟
النهارده هنتكلم بقى عن الاسم اللي هو اللي متمرمط في كل حاجه دوت، الاسم النكره والاسم المعرفه. يعني مبدئيا كده لما اقول لحضرتك طلع لي نكره او طلع لي معرفه، مش عايز ان حضرتك تبص على الافعال نهائي. يبقى نكره ومعرفه معناهم على طول اوتوماتيك ان انت هتدور على اسم. طيب ده يستدعي ان حضرتك تبقى فاكر ازاي اصلا بميز الاسم من الفعل. فبفكرك في تاني حصه ان انا بشوف حاجتين من اربع حاجات دولت يتوافقوا مع الكلمه تبقى ساعتها اسم. اجرب عليه الجر، احط قبليه حرف جر، اقول مثلا في المدرسه، ما ينفعش في يذهب، في يلعب. ممكن ينفع مع التنوين، ممكن ينفع مع الالف واللام، ممكن ينفع مع ان انا انادي عليه. على الأقل حاجتين من دولت هيخلوني أعرف إن الكلمة اللي قدامي اسم. طب لو جبت فعل وقعدت أقول إن هو نكرة ومعرفة، لا هيطلع معايا نكرة ولا هيطلع معايا معرفة، هفضل أضحك على نفسي على الفاضي، واللي هيتبنى على اللي يتعمل غلط من الأول هيتبنى عليه غلط كتير، هنفضل مكملين في الغلط طول حياتنا. بيقول لي بقى النكرة هو الشيء غير المحدد. هضرب مثل بسيط كده. أنا مثلا لو انا قدام احمد وقلت له يا احمد هات قلم، اعطني قلما، ما حددتلوش. ليه ما حددتلوش؟ لان ما حطيتش الف ولام. حتى في العاميه لما اقول له هات قلم هيروح ايه مادد ايده في المقلمه بتاعته ومطلع اي قلم معاه، رصاص، جاف، حبر، اي قلم، وراح مدهولي اكتب بيه اي حاجه بقى. انا مش هدقق، انا ما طلبتش قلم معين. طب امتى اطلب قلم معين؟ اروح قايل له بعد اذنك انا عايز القلم، القلم، او اقول له اعطني قلمي، القلم بتاعي. يبقى يا اما في قلم متفقين عليه فحطيت الف ولام، عرفت وحددت وقلت ان انا عايز القلم ده انا وانت عارفين ايه هو، او اقول لك مثلا انا رايح المدرسه. المدرسه يبقى في مدرسه ايه معينه متفق عليه، ماشي. انا رحت البيت. انما لو قلت لك انا رحت بيت اي بيت، مش لازم البيت اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عنه، تمام. يبقى النكره الشيء غير المحدد غير المعين. يبقى مثلا اقول لك ايه، انا شفت راجل. اي راجل؟ اي راجل. طب لو قلت لك على فكره انا شفت الراجل، ففي راجل معين احنا بنتكلم عنه. انا شفت الراجل اللي احنا مثلا شفناه المره اللي فاتت، فكده احنا بنتكلم عن حد معين. فده معنى الايه، معنى النكره ان هو غير محدد. يبقى معنى كده ان المعرفه هتبقى الشيء الايه بقى. مين يقول لي؟ ها؟ جانا حطت نقطة وخلاص، ها؟ بتجرب القلم شغال ولا لأ؟ ممكن حضرتك معلش تعيد كدبت السؤال؟ بالغلط. أعيد السؤال، أنا قلت النكرة الشيء غير المحدد. إن أنا ما حددتش. يبقى على المعرفة فكرة هي شيء محدد. يبقى أكيد بالعقل كده المعرفة الشيء المحدد. على فكرة شباب، كان زمان كلمة نكرة ديت نوع من أنواع الشتيمة. يقول له أنت نكرة، معناها إيه؟ معناها أنت يعني مش معروف، محدش يعرفك، أنت يعني واحد من الناس وخلاص، مش مميز يعني. فإيه، فكانت نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الشتيمة، إن حد يقول لحد أنت نكرة، ماشي؟ طيب بقى قلنا النكرة الشيء غير المحدد، إنما المعرفة الشيء المحدد او المعين. معين يعني محدد. طيب احنا دايما نقول ايه، المعرفه يعني الف ولام، المعرفه يعني الالف واللام، المعرفه يعني الالف واللام. ده غلط. في سبع انواع من انواع المعرفه. سبع انواع. تخيل بقى هم مترتبين من الاقوى باللي متحدد اكتر للاقل، فالاقل فاقل حاجه ترتيب الالف واللام فيهم رقم كام تفتكروا؟ رقم خمسة. في أربع أنواع من أنواع المعرفة، من أنواع الأسماء المحددة. أربع أسماء أقوى من الألف واللام، محددين أكتر من الألف واللام، وبنهملهم جدا. ولما لما نعرفهم كويس ونستغل الحكاية دي كويس، نستريح في حاجات كتير، تمام؟ تعال نتعرف على الموضوع دوت. في الآخر هنقول كده جملة ممكن تلخص السبعة كلمات، واللي عايز يخترع جملة تانية اخترعها، أهلا وسهلا. المهم إن احنا نعرفهم ونحفظهم
ونستخدمه. في حد مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي؟ في حاجة وقعت منه أعيدها تاني؟ أنا كل شوية بشوف في حد عنده مشكلة ولا لأ؟ حد مش فاهم، حد مش واصل له الشرح كويس، في حد مش سامع كويس، النت مش مستقر عنده، كل الحاجات دي أحب أطمن عليها. في أي مشاكل؟ لا يا مستر، تمام، علشان لما أسأل أبقى عارف إن الناس متابعة معايا ومن حق إن أنا أسأل وأنتوا إيه؟ وأنتوا تجاوبوا طالما أنتوا فاهمين. نكمل. قلنا في 7 أنواع من أنواع المعرفة مترتبين من الأقوى يعني أكثر تعريفا للأقل فالأقل. أول حاجة بيقول لي الضمائر. والضمائر ديت أصلا إيه؟ مين يقول لي يعني إيه ضمير؟ الضمير دوت اللي هو لما يعني أنت تعمل حاجة معينة حاسس إن هي غلط فضميرك يأنبك يعني وتقول أنا غلطت في الحاجة الفلانية، ولا الضمير دوت حاجة في النحو بقى مختلف تعريفها عن اللي أنا بقوله دوت؟ يعني إيه ضمير في النحو؟ مستر زي الضمير، زي اللي هو ضمير متكلم واللي هو ضمير غائب. تمام. انا في فرق يا جماعه ما بين التعريف وما بين ان انا اقول امثله عليه. دايما انا لما اسال مثلا عن النعت تقول لي زي مثلا ما كلمه كذا تيجي وراها كلمه كذا، او الضمير تقول لي مثلا زي ضمير المتكلم وضمير. انا مش عايز الانواع، انا عايز ايه هو الضمير. طب الضمير اصلا اسم ولا فعل؟ الضمير دوت بيبقى اسم، انه بيبقى زي هاء كده، او مثلا الشمس نورها ساطع، انت بتتكلمي كده على الهاء الضمير، اخر كلمة، الضمير المتصل اللي صحيح هو اللي بيلزق في اخر الكلمه. ضمير الرابط يا مستر. الضمير بيبقى من وظائفه ان هو ممكن يربط في الخبر، الجمله الفعليه او الخبر الجمله الاسميه، وهيبقى برضو رابط في انواع خبر، في انواع تانية زي ما هناخد النعت والحال ان شاء الله في السنه بتاع التانية عادية. الضمير هو اسم بيدل على حاجه معينه، يعني هو نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الاسماء، بيدل على اسم ظاهر اصلا. يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا انا بتكلم عن احمد مثلا او لجين، فبقى اقعد اقول مثلا ايه، احمد دوت راجل محترم، راجل مجتهد. افضل طول ما انا بتكلم عن احمد اقعد اقول احمد 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 في كل جمله؟ لا، هبتدي ان انا ايه، ان انا الجمله الثانيه مثلا اقول هو، وهو بيعمل كذا، وهو راجل كذا بيحب كذا بيذاكر الطريقه الفلانيه، هبتدي اتكلم عنه بايه، وهو، ومش هقول اسمه. تمام. ممكن يبقى الضمير دوت مستتر فما اقولش اصلا لا هو ولا اي حاجه، وافضل اقول بيعمل ايه، اقول وبيروح وبيجي ومش اللي هو مين، انا فاهم خلاص من خلال الكلام. ماشي. ضمير برضو ممكن اتكلم عن نفسي اقول انا، نحن، هو، هي، انت، انت. هنشوف انواعهم دلوقتي ونركز على الضمائر المنفصله. على فكره الضمائر المنفصله ديت اول معلومه ثابته لازم تعرفها النهارده، ان الضمائر المنفصله اللي احنا هناخدها النهارده ديت كلها بتعرب مبتدا لما تخش ان شاء الله اول السنه اللي هتبدا، اللي هي اولى اعدادي، بتعرب كلها مبتدا، تشوفها في اي جمله مبتدا وتدور على الخبر بعدين. الضمائر من اعرف المعارف. يعني ايه من اعرف المعارف؟ يعني اكتر حاجه محدده في النحو، اكتر حاجه محدده في الاسماء. طيب في ايه اللي بعديها؟ قال لي العلم. يعني ايه العلم اصلا؟ العلم في اللغه العربيه معناها الجبل. لو رحت مكان فيه جبل كده من بعيد جدا هتلاقي الجبل باين وظاهر، فعشان كده سموا العلم، اللي هو مثلا اسماء الاشخاص، اسماء الشهور، أسماء المدن والمحافظات والبلاد والحاجات دي سموها علم. يعني إيه؟ يعني ما بتحتاجش تعريف، هي باينة من بعيد، ما مش محتاجة إن حد يعرفها، مش محتاجة حد يحط لها ألف ولام، زيها زي الجبل اللي بيبان من أي حتة حواليه، ظاهر، معرفة محدد من أي مكان، سموه إيه؟ علم. عرفتوا ليه سموا الحاجة دي علم؟ هندي دلوقتي أمثلة. بيقول لي اسماء الاشاره. طب ازاي اسماء الاشاره معرفه محدده؟ انا دلوقتي لو شاورت مثلا على اللاب اللي قدامي وقلت هذا، فانا مش محدده ولا محدده؟ محدده، ده انا بشاور محدده على حاجه، بشاور على حاجه معينه، او قدامي شخص معين اقول هذا، قدامي مثلا ناس اقول هؤلاء واشاور عليهم، اشاور، ده انا محددهم اهو، بشاور بايدي عليهم واقول هؤلاء.
يبقى اسماء الاشاره لازم تكون معرفه، منطق مش نكد، محدده، ده انا بشاور عليها يبقى محدده. ينفع اشاور على حاجه مش محدده؟ يعني لا اشاور لو مفيش حاجه قدامي؟ ما ينفعش. طالما شاورت اشاره اسمها اسماء اشاره، طالما شاورت فانا محدد حاجه معينه بشاور لك عليها، والا بقى ايه؟ بضحك عليك. طبعا الكلام ده مش موجود في النحو. يعني ايه بقى الاسماء الموصوله؟ الاسماء الموصوله كلمه بتربط ما بين جملتين. يعني مثلا عايز اقول لوجين مثلا ايه جابت الدرجه النهائيه، وعايز اقول برضو ان لوجين ديت هي الطالبه المجتهده اللي بتحضر معانا. فاربط الجملتين ازاي؟ اربط الجملتين بان انا اقول مثلا نجحت لوجين التي تحضر معنا دروس النحو. يبقى ربطت بايه؟ يبقى الاسماء الموصوله ديت عباره عن ايه؟ عباره عن كلمه بتربط جملتين ببعض، عشان كده سموها الاسماء الموصوله، بتوصل جمله مع جمله. طيب تخيل بقى الاسم اللي بيوصل الجمله دي بالجمله دي، اقول لك مثلا ايه نجحت لوجين، تقولي مين لوجين؟ فرحت معرفها لك وقلت لك التي كانت تحضر معنا، اللي كانت بتحضر معانا، فعرفتها لك اهوت، يعني حددتها لك اكتر. بالاسماء الموصوله هتبقى نكره ولا معرفه؟ هتبقى معرفه محدده، ده انا حددت بيها اكتر وقلت لك دي اللي كذا. طبعا احنا ما بنستخدمش بقى الذي واللتي، اللذان واللتان، الذين واللاتي، كل الكلام دوت بناخد مكانه ايه؟ كلمه اللي في العاميه المصريه، كل ده بنستبدله بكلمه واحده، مفيش بقى لا مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا مذكر ولا مؤنث ولا الكلام ده كله. هو بنستخدمه في العاميه اللي احنا بنقولها ديت والإلي. بنختصر اللي ديت يعني الذي واللاتي واللذين واللائي واللاتي، كل الكلام ده. خامس نوع بقى اللي احنا بنستخدمه على طول اللي هو المعرف بقى، له لازم يكون الالف واللام اللي في الاول ديت زياده. سادس نوع المضاف، وهنقول دلوقتي ازاي. سابع نوع مش هنركز عليه قوي لان هو بتاع ثالثه اعدادي، المنادى. طب ازاي بقى المضاف والمنادى دولت من انواع المعرفه؟ المضاف نوع من انواع التعريف، ان انا بدل ما اجيب الف ولام اقول القلم، فاحمد يروح مطلع لي القلم اللي احنا متفقين عليه، يا اما اقول له قلمي او قلم فلانه، بطلش اخبطها يا جنى، او قلم ايه بيتكتب على فكره مين اللي بيشخبط؟ مكتوب جنى ايمن وعماله تعمل فباين قدامي مين دي يعني. بندوس من غير ما اقصد، من بدا يعني سايب انت الصورة كده بدوس من غير ما اقصد. تمام، ماشي ماشي خلاص، ما تدوسيش على القلم اللي في الشاشة. ما بدوس عليها علشان سايب الصورة عشان ابقى اذاكر بعدين، يعني بعد ما الفيديو. تمام خلاص ما فيش مشكلة، أنا بحسبك سرحانة وبتلعبي فبنبه. المضاف هو كلمة بدل ما بحط لها ألف ولام في الأول بحط لها كلمة تانية بتعرف. هقول دلوقتي أمثلة ليه، فده نوع من انواع التعريف. يعني اي كلمه وراها مضاف اليه فهي ايه؟ الكلمه الاولانيه ديت معرفه. خلي بالك دوت اكتر حاجه بيستخدموها في النعت علشان يلخبطك. طب ازاي المنادى معرفه؟ المنادى معرفه بان انا لو ناديت على حد او ناديت على حاجه انا كده محددها. يعني مثلا قدامي واحد انا ما اعرفش اسمه بس اقول له يا رجل، او انت ماشي في الشارع تقول له يا كابتن، محدده ده انت واحد قدامك وبتنادي عليه تنبهه، يبقى محدده ولا مش محدده؟ طبعا هو اضعف نوع من انواع المعرفه فحاطينه رقم 7. تعال نشوف امثله بقى على ال7 انواع. قال لي الضمائر انا ونحن، دول اسمهم ضمائر ايه يا لوجين مثلا؟ اسمهم ضمائر أنا ايه؟ ليهم اسم، انا ونحن دول الضمائر اسمهم ضمائر ايه؟ اقول لك اختيارات ولا عارفه؟ متكلم، دوام متكلم. متكلم. تمام، انا ده للمفرد ونحن ده للمثنى والجمع، اقول ايه نحن، مفيش فرق ما بين المذكر والمؤنث لان اللي بيتكلم خلاص هيقول انا وخلاص، او هما مجموعه او من اول اتنين من اول مثنى هيقول نحن، ده اسمهم متكلم. ليه؟ لان اللي بيتكلم هو اللي بيقول. طيب انت وانت ده مذكر وده مؤنث، انتما للمثنى للنوعين بتوعه مذكر ومؤنث، انتم وانتن مذكر مؤنث بس للجمع، دول اسمهم ايه يا احمد؟ ضمائر ايه؟ ايه نوع؟ خطأ
مخاطب، جدع، مخاطب، يعني انا بخاطب او بكلم الشخص اللي قدامي، فاقول له انت، او واحده اقول لها انت، انتما. طيب انا هسالك سؤال يا احمد عشان انا حاسس ان انت عايز تستفيد اكتر واكتر ومهتم. هو لو انا قدامي مثلا يا احمد ولد وثلاث اربع بنات، اقول لهم انتم ولا انتن؟ واللي عايز يجاوب غير احمد برضو ممكن يقول، بس بعد ما احمد يعني يقول رايه. ها السؤال ده حلو. عارف يا احمد ولا اخد راي حد تاني؟ أنتم الاجابه صح. عارف ليه ولا؟ عشان هو مش بيتكلم على مجموعة من الناس، سواء ايوه. بنات أو أولاد، عشان أنتم لا بتستضيفوا هو الجيل. المفروض، لا انتم المفروض ان هي للجمع المذكر وانتن لجمع المؤنث. طب دلوقتي مجموعه فيها دوده، فيها رجاله وستات، بنات واولاد مثلا، ده المفروض ان ده انتم ديت المذكر وانتن المؤنث. انا بقى استخدم انهي فيهم في المجموعه اللي هي الميكس اللي ما بين ده وده؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم انتم، صح. ليه بقى؟ حد عارف ولا اقول على طول؟ اقول على طول. أنا ممكن أقول علشان اتفضل. أنتم ديت جمع المذكر والمؤنث. هي انا قلت، هو قال لي كده احمد، بس انا قلت له لا، هو المفروض، المفروض انتم للمذكر بس. بس هي الفكره في ايه هنا؟ في قاعده او حاجه احنا ماشيين عليها في اللغه العربيه، وموجوده على فكره في اللغات الثانيه، حاجه اسمها التغليب. يعني ايه تغليب؟ يعني لو مجموعه في مذكر ومؤنث، المذكر هو اللي ايه؟ هو اللي يكسب. يعني لو واحد بس مذكر ومليون او عدد لا نهائي من مؤنث، نكلمهم بصيغه المذكر، المذكر هو اللي يغلب، هو اللي ايه؟ هو اللي نكلم بيه المجموعه كلها، طالما فيهم مذكر واحد، واحد بس يخلي المجموعة كلها مذكر. إنما واحدة ما تخليش يعني مثلا لو مجموعة من المذكر فيهم واحدة، ما كلمهمش برضو بصيغة المؤنث. لازم عشان أتكلم مجموعة إناث بصيغة المؤنث اللي هو أنتن، لازم يبقوا كلهم مؤنث، ما فيهمش ولا واحد مذكر. فهمنا كده؟ ايه تمام. هو وهي وهما وهم وهن، ده للغائب يعني مش موجودين. تمام. طيب كل الضمائر اللي قدامنا ديت لما تيجي في اي قطعه في اي حته بتعرب مبتدا، وابتدي ادور بعديها على خبر. يعني تشوف مثلا هو، دور فين الخبر، لان هو ديت تبقى مبتدا. تشوف مثلا انا او نحن، تدور بعديها على خبر. مش لازم يبقى بعديها على طول، بس بقول لك ان ايه، ان ده بدايه جمله اسميه، ضمائر المتصل، وهي اعرف المعارف، يعني اكتر حاجه محدده في الاسماء. طب يجي بعديها ايه؟ يجي بعديها اسماء البلاد زي مصر، بغداد، اسوان، مش محتاجه اصلا الف ولام ولا اي نوع من انواع التعريف، هي معرفه في ذاتها بنفسها. اقول مثلا اسم شخص زي احمد، محمد، عباس، اسامه، اي شخص، برضه معرفه من غير اي حاجه. فبراير، شهور، شوال، مارس، الشهور من اي نوع من انواع الشهور، ان شاء الله طوبه وامشير والحاجات دي، برضو ايه، علم. اسماء الاشاره، الله، اسماء الاشاره، انا حاطط اله بالاحمر. معلومه بقى زياده، ان الهاء اللي هي اللي فيهم كلهم ديت مش من اسم الاشاره، يعني اسماء الاشاره من غير اله. طب واله ديت ايه لازمتها في اسم الاشاره؟ هي بتحط فيها للتنبيه، عشان ابدا كلامي بدل ما اقول ذا اقول هذا، تنبيه كده، ماشي؟ فاله اصلا للتنبيه. فاسماء الاشاره هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء للجمع بنوعيه. اسماء الموصول، الذي للمذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين الجمع المذكر، اللي ما بين قوسين اللي هم اللائي واللاتي، الاثنين يستخدموا زي بعض لجمع المؤنث. جمع المؤنث بيستخدم ليه اللاتي واللائي.
والاثنين ايه؟ بنفس المعنى. طبعا احنا السبع كلمات دولت زي ما قلت كده من شويه بنعوض عنهم بكلمه واحده بس في العاميه المصريه اللي هي ايه؟ اللي. يقول الولد اللي كذا، البنت اللي كذا، الاثنين دولت اللي عملوا كذا. بدل الذين برضو نفس الحكايه، يقول الولاد اللي عملوا كذا، البنات اللي كلهم اللي. ما تفرقش ما بينهم. اسمها الاسماء الموصوله عشان بتوصل جملتين ببعض زي ما قلت. طبعا هي رقمها هي الرابعه في الاسماء الموصوله. بعد كده المعرف قال وقلنا لازم يبقى فيه ان الالف واللام ديت زياده للتعريف، لو شلتها يفضل لي الاسم الايه؟ يفضل لي الاسم النكره اللي هو قلم، مدرسه، ولد، بيت، ساعه، ما تفهمش منه حاجه، انما القلم يبقى فيه قلم معين. المدرسه، الولد، البيت، عرفتها. في طريقه تانية للتعريف؟ اه، في الطريقه رقم 6 ان انا اضيف مضاف اليه بعديها. اللي بالاحمر في كلمه قلمي، مدرستي، ابو بكر، صديقي، كل الكلام دوت، كل الكلام دوت مضاف اليه، مضاف اليه. كل اللي بالاحمر دوت مضاف اليه. طب ليه سموا المضاف اليه مضاف اليه؟ عشان هم اصلا جابوا الاسم اللي هو المضاف اليه دوت، ضافوه للاسم اللي قبليه، ضافوه ليه علشان ايه؟ عشان يعرف. ضافوه ليه عشان ايه؟ عشان يعرف. فلذلك هو افتكرها بكده، هو مجرجر وراه في كل حته، هتلاقي الاسم المضاف اليه دايما ايه؟ دايما مجرور. مضاف اليه دايما مجرور، ليه؟ لان المضاف اللي هو الكلمه اللي قبليه مجرجراها في كل حته علشان تحددها، عشان تعرفها. يعني ابو دوت محتاج حاجه تعرفها، ممكن يكون ابوك، ممكن يكون ابونا، ممكن يكون ابو فلان، ابو بكر، ابو محمد، ابو عباس، ابو اسامه، ماشي، ممكن يكون اي حاجه. فهو الكلمه الاولانيه بتعرف حسب مكانها في الجمله وبنسميها مضاف. انما المضاف اليه كل شغلته في الحياه ان هو بيعرف الكلمه اللي قبل، بيجيب لها بقى التعريف دوت. هو بيبقى في الف ولام، هو بيبقى ضمير فما بيحتاجش الالف واللام، احنا قايلين الضمير ده راجل ما بيحتاجش الف ولام، ده برنس، ده اعرف المعارف زي ما احنا متفقين، ماشي. خلي بالك بقى لغايه ثالثه اعدادي بيروح عامل معاك حركه مش ظريفه، يجيب لك مثلا يقول لك والله قلمي الجميل دوت، اعرف بقى كلمه الجميل كده هوت، ماشي، قلمي الجميل. طبعا انت بمنتهى البراءه بتاعه الطفوله تعمل له كلمه الجميل ديت مضاف اليه، وهي طبعا غلط. ليه؟ الجميل دي هتبقى نعت صح؟ اه، هتبقى نعت. ليه؟ لان قلمي معرفه، انت طبعا مفكر ان القلم ديت ايه؟ نكره، بس هي اتعرفت بايه؟ بالاضافه، في مضاف اليه هنا مستخبي. او مثلا يقول لك ابو بكر الشجاع، وانت بمنتهى البراءه تروح ايه؟ تروح عاملها آه مثلا اي حاجه بقى، ممكن تعملها بقى هي نفسها مضاف اليه ويطلع هي ايه؟ هي عباره عن نعت. فيقعد بقى يلعبك في الموضوع ده. اقول لك مثلا ساعة الحائط الجميلة، بص الجميلة، الجميلة هي اللي هتبقى نعت طيب. والحائط بس هي بقى في اللي سؤال اصعب بقى للايه؟ للناس اللي مركزة، هو كلمة الجميلة ديت نعت للحائط ولا للساعة؟ تبقى الباب. الساعة للساعة، لان انا لو بنعت الحائط قلت الجميل، صح؟ تمام ايوه يعني. تمام طيب في حد مش فاهم اي حاجه من السته دولت؟ لا تمام كله تمام. تمام. طيب النوع السابع اللي احنا مش هنهتم بيه قوي، لان هو بعد كده هيعمل له درس لوحده كبير في ثالثه اعدادي، اللي هو المنادى. يعني ايه؟ يعني حاجه انا بنادي عليها اقول يا رجل، يبقى الرجل دوت معرفه. ليه؟ لان انا بنادي عليه، استحاله انادي على حاجه ومش مش معروفه، تمام. فالمنادى معرفة، أقول يا محمد، يا علي، يا كذا، يعني غالبا هنادي على شخص أصلا. اعدادي لا، في أولى إعدادي مش هيستخدم المنادى خالص، لأن ده موضوع في ثالثة إعدادي، بيقول لك في أنواع بقى من المنادى وبتاع وشغلانة كده، لسه بعد سنتين
فينا ربنا كلنا جميعا يعني. بعد سنتين تاخدوا انتوا بقى المنادى، في المنادى المقصود والمنادى مش عارف ايه والنكره، حاجات كده ايه، بلاش نوجع دماغنا بيها دلوقتي يعني، الوقت الحالي تمام. بس حاجه، لو انا مثلا قدامي الكلام بتاع دلوقتي، لو انا قدامي قطعه وقال لي طلع حاجه، طلع كلمه معرفه، ممكن اطلع المنادى. منادى لو هو حل اخير يعني. بس طيب المنادى تبقى مش كلمة ياه، تبقى مثلا يا رب اللي يا هو يا، اللي انا لا بنادي عليه اللي الكلمة بعد بقى اللي ياه، بعديها الاسم اللي انا بنادي عليه، الاسم اللي يعني بنادي مثلا عليه هو ده اللي معرفه. يعني مثلا الراجل اللي معدي في الشارع يقول يا طماطم، الطماطم دي هي اللي معرفه تمام. تمام، طالما بينادي عليه. خلاص تمام طيب، خلاص تمام. بيجمعوا بقى السبع انواع دولت في ايه عشان يحفظوهم، وانا شخصيا حافظهم بالموضوع دوت. يروحوا واخدين من الضمائر مثلا كلمه زي انا، ماشي، والعلم اللي هو اسماء الاشخاص، يجوا مثلا مختارين اسم زي كلمه صالح، شخص اسمه صالح، ويجي هنا ياخدوا زي، مش هذا زي، وفي الاسماء الموصوله ياخدوا اسم موصول كده لغير العاقل اسمه ما، من وما، من للعاقل وما لغير العاقل، ماشي. ويجوا عند المعرف بالالف واللام يقول لك كلمه الفتى، الفتى ماشي. وعند المضاف يقول لك مثلا ايه، ابني، مضاف بايه اخره ياء المتكلم اهو، ماشي. وعند المنادى اللي هو الراجل الطيب دوت يقول لك يا رجل. طب وهما عملوا كده ليه؟ عشان يجمعوا في جملة غريبة كده يسهل حفظها من كتر ما هي غريبة، يقولوا ايه، انا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. بتنعكش شوية بس انت مع الوقت هتبتدي تفتكرها وتجمع بيها المعارف السبعة بترتيبهم الطبيعي. أنا صالح زي ما الفتى ابني يا رب، أنا صالح زي ما الفتى ابني يا رب، أنا صالح زي ما كلام متسجل، فما تشغلوش بالكو بإن أنتوا تحفظوها دلوقتي. مع الوقت تعرف إن الضمير الأول العلم، بعد كده اسم الإشارة، بعد كده الاسم الموصول. طب بنستخدمهم في إيه؟ بنستخدمهم إن لو المفروض الخبر نستخدم الترتيب بتاعهم، الترتيب بتاعهم ممكن ساعات يجيب لك مثلا جملة إيه؟ يقول مثلا انا، ماشي، محمد. على فكره بقى ديت جمله مبتدا وخبر، طب ازاي يا مستر محمد ديت تيجي خبر؟ ده معرفه، ده قالوا لنا لازم يبقى ما فيهوش الف ولام، لازم ما يبقاش في معرفه. لا، ما هو بقى ايه هنا، ده معرفه قويه قوي، دي اضعف منها شويه، فينفع دي تبقى مبتدا وينفع ديت تبقى ايه، خبر، ماشي. وممكن يستخدموها برضو ان الخبر يبقى مضاف وراه مضاف اليه ويبقى خبر، نوع تاني من انواع المعرفه. وممكن يلعب بيه في حكايه الايه، النعت. فالموضوع مستر هنتدرب عليه بعد ما الزوم يفصل، على فكره نخش على نفس الرابط تاني، انا مستنيكم على نفس الرابط، فاضل اقل من دقيقه هنتدرب.